السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين نماذج برافو، اكزامات برافو تروا. ركز معايا كده، ميلاني بتكلم جولي والشكل كده ان هو ايميل الرسمة الي او بارك، الذهاب الى الحديقة. كوكو جولي، اهلا جولي. كوكو دي تعبير كده عابر في اللغة الدارجة. اهلا جولي، سي ميلاني، معاك ميلاني. جين سوبر دي، عندي فكرة رائعة. دومان، بكرة. il va faire beau، الجو هيبقى حلو. on a cours le matin seulement، عندنا حصة واحدة بكرة بس، سلمون يعني فقط. اون رونكونتر ماتيلد، هنقابل ماتيلد في الحديقة الساعة 15 ناقص 12 يبقى الساعة 3. الي داكور دو فينير، هي وافقت ان هي تيجي معانا بري لا ناتاسيون، بعد السباحة. الفا بورتي دي بواسون، سوف تحضر مشروبات معاها. جو في فار ان جاتو شوكولا، هعمل انا بقى جاتوهايه بالشوكولاته. سي تي فيو، لو انت عايزه ابورت دي فروي، هات الفاكهه معاكي. اون فاي كوتي لدرينيار شانسون، هنسمع الاغاني الاخيره دو نوتر جروب بريفيري، لفريقنا المفضل، الفريق الغنائي يعني. ليس موا سي بي ني ان ميساج، سي بي لي ميساج مسج يعني. سي تيوك، لو انت موافقه. Je ne te rappelle pas، مش هتصل بيكي تاني. parce que je vais au supermarché، هروح السوبر ماركت pour acheter les ingrédients du gâteau، هروح اجيب مكونات الجاتو. je n'ai plus de batterie، ما عندهاش شحن يعني في الموبايل بتاعها. ابلس، والله يا جماعه تعبيرات برافو، انا شايفها تعبيرات معاصره والوثائق الى حد ما مختلفه يعني، متصله بالتكنولوجيا متطوره، ده وجهه نظري يعني. سو دوكيومون، الوثيقه تكون، الوثيقة دي تكون ايه يا جماعة؟ ايميل. ميلاني بروبوز، بتقترح الذهاب الى الايه؟ الى البارك. ميلاني انفيتي، ميلاني يا جماعة دعت كم من صحبتها؟ ان ولا دو ولا تروا؟ ها فكر كده، ان ولا دو ولا تروا؟ اتنين اصحابها اللي هي البنت اللي بتكلمها والبنت اللي اسمها ماتيلد، يبقى دو. ماشي، طيب ماتيلد فا دابور فير، ماتيلد اولا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتلعب تنس ولا شوبينج ولا ناتاسيون؟ هتلعب ناتاسيون. ليه؟ تعال كده اما نشوف اهو، بتقول لها بعد حصة السباحة ابري لا ناتاسيون il va porter des poissons، يعني احنا هنتقابل في البارك. اللي ده الكور، هي وافقت بعد ايه؟ بعد السباحه. يبقى ماتيلدا هتروح الاول تمرين سباحه وبعد كده تروح معاهم للايه؟ للبارك. وصلت الفكره؟ يبقى بتقول هي هتعمل ايه؟ هي هتروح السباحه الاول وبعد كده تروح معاهم. طب ميلاني بروبوز جولي دابورتي، ميلاني اقترحت على جوليا خلاص ان هي تحضر ايه؟ تحضر ديفروي، فواكه، لا جاتو ولا بواسون، لان كل واحده من دول مختصه حد تاني، انما ميلاني هتجيب الفروي. طب ميلاني نو فا با رابلي جولي باسكو، لانها ها ميلاني مش هتتصل عليها تاني، لانها ايه؟ نا بلو، ما معهاش فلوس ولا باتري ولا تون، عندهاش وقت. لا هي باتري، باتري ماشي كده. طيب باتري، سبعة، ايه اللي دوا ليسي ان ميساج؟ مين، ميلاني ولا ماتيلد ولا جولي اللي دوا ليسي ان ميساج؟ سي ال داكور، لو هي موافقة مين اللي هيسيب الرسالة يا جماعة؟ هيبقى ميلاني ولا ماتيلد ولا جولي؟ طبعا ماتيلد هي اللي هتسيب الرساله. طيب الوثيقه الثانيه بتقول لليمونتاسيون دي فرونسي، التغذيه او اكل الفرنسيين. سي بيان كوني، معروف كويس، للفرنسي سون دو جرون مونجور دو فروماج، مونجور دو فروماج، سي بيان كوني، معروف جدا الفرنسيين هم اكيله جبنه دو كرواسون، وكمان عيش كرواسون، ساندويتش وساندوتشات. لي فرونسي سون لي بريميي كونسوماتور دو فروماج، هم الزباين الاوائل الايه للجبن يعني. الفروماج اي لو برودوي ليتيي، هي منتج البان بريفيري دو فرونسي، منتج الالبان المفضل للفرنسيين. ديفون لو ياورت، قبل الزبادي خلاص. Il existe plus de 1000 sortes، في أكثر من 1000 نوع من الجبن. En France، في فرنسا، يشاك فرنسي، وكل واحد فرنساوي. On consomme environ، حوالي 25 كيلو بيستهلك، يعني حوالي 25 كيلو في العام، يعني كل مواطن بيستهلك 25 كيلو جبنة في السنة، متخيل؟
طيب لو فرونسي الفرنسيين نو موند با دو كرواسون، ما بياكلوش الكرواسون اشاك بيتي ديجني في كل فطار. ايلو موند بارفوا بياكلوا احيانا في الويكند كون ايل سون اون فاكونس، او يبقى عندهم اجازه. سي ميو بور لا سونتي، بيبقى افضل للصحه. كاران كرواسون سي غرا اي بلان دو سكر، لان الكرواسون بيبقى فيه دسم، يعني فيه قصدي اللي هو الدهون، يعني بلان دو سكر ومليء بالسكر. خلاص كده يلا حط صح وغلط. دوكيومون الوثيقه دي بتدي انفورماسيون، بتدي معلومات سير لي زابيتود عن عادات الغذائيه للفرنسيين. الكلام ده فري طبعا. خلاص اللي بعده، الفرنسيين مونج بلو دو فرماج، بياكلوا الكثير من الجبن كو تو لي سور تو لي زوتر اوروبيان، عن الاوروبيين التانيين. الكلام ده فري فعلا، لانهم مستهلكين جامدين جدا للجبن. يعني اون فرانس، في فرنسا، اون مونج دي كرواسون، بياكلوا الكرواسون تو لي ماتان، كل صباح، او بيتي ديجني، على الفطار. لا طبعا الكلام ده فوق، هو قايل مش كل صباح. خلاص طب رقم 11، اون فرانس، في فرنسا، اليا دو ديفيرونت سورت دو فروماج، في انواع جبن مختلفه. ايوه الكلام ده فعلا فري. طيب سي بون بور لا سونتي، كويس جدا للصحه، دو مونجي بوكو دو كرواسون، ان انت تاكل كتير من الكرواسون. الكلام ده طبعا فوق، غلط. بور لي فرونسي، بالنسبه للفرنسويين، الفروماج الجبن اي بلو بريفيري، مفضله اكتر من الياقورت، من الزبادي. الكلام ده فري فعلا، لانه قايل فوق في القطعه قبل الزبادي، هم بيفضلوا الايه؟ الفروماج. شوازي يلا تعالى على السيتياسيون، المواقف. السؤال الثاني في ورقه الامتحان، فوتر كوبان، صاحبك، فو دي موند، بيسالك فوتر كيبمون، عن التجهيزات او المعدات بور جوي لا بيتونك، عشان تلعب ايه؟ تلعب رياضه البيتونك اللي هي الكره الحديديه يعني. فانت تقول ايه؟ في رقم 14، جي بزوان دو بول دو فار، انا محتاج لايه؟ لكوره من الحديد، لانه مش هتقول في الحديقة، ومش هتقول ان هي رياضة كلاسيكية. طيب رقم 15، بيقول فو بارلي دو كاركتير دان كوبان، يعني بتتكلم عن الكاركتر بتاع واحد صاحبك، فانت تقول ايه؟ ان هو بران، ان هو قمحي؟ لا طبعا. طب هو عنده 18 سنة؟ برضو انت ما جبتش الكاركتر بتاعه. انما لو قلت رومانتيك، اه فعلا هو ده رومانتيك. طيب فوز اكسبريمي، انت بتعبر عن الادميراسيون، اعجابك بالتوني دانامي، بزي واحد صاحبك. فانت تقول ايه لما تعبر عن اعجابك بزي واحد صاحبك؟ فانت تقول ايه؟ هتقول جودي تيست ستني، انا بكره التني ده، ولا سي اوريجينال، هو اصلي، ولا سي اوريبل، هو وحش. يبقى انت بتعبر عن اعجابك، فانت تقول ايه؟ سي اوريجينال. فوتر فرير، فوتر بتي فرير، اخوك الصغير، فودي موند، بيسالك او فوز اشتي دو لونتي، بتشتري العدس منين؟ فانت تقول ايه؟ انا بكره العدس، ولا تقول لي لونتي سي تان برودوي سيريالي، هو منتج حبوب، لا دي ولا دي تنفع، هي الاخيره، جاشيت دي لونتي او ريون ري بات ليجيم سك، يعني انا بشتري العدس من قسم الرز والمكرونات والخضار المجفف. طيب اللي بعده، فوتر مي صاحبك، فودي موند، بيسالك كي ترافايو شون، مين بيشتغل في الحقول؟ فانت تقول له ايه؟ الفيرمي كولتيف دي ليجيم، الفيرمي بيزرع الخضار، ولا الفيرمي ترافاي بيشتغل هناك، ولا جيم لو ترافاي شون، بحب الشغل في الحقل. طبعا رقم بي، انه الفلاح، الفيرمي او المزارع يعني، بيشتغل هناك، اي بيشتغل في الحقول. فوتر امي فو دي موند، بيسالك شوكو فو بريباري بور لا فات، ايه اللي انت بتجهزه للحفلات؟ خلاص للحفله يعني. فانت تقول ايه؟ يبقى صاحبك بيسالك ايه اللي انت عملته او جهزته عشان الحفله. فانت تقول له ايه؟ انت هتقول له جو في دي كيش اي دي جاتو، يعني انا عملت فطائر وجاتوهات. خلاص كده. طيب جو في دي تيرالاك، اللي هو رمي السهم، لا طبعا. جو في ان فيت دي جيزي، انا عملت حفله تنكريه، برضو لا طبعا. وبيسالك عن ايه اللي عملته علشان الحفله. اللي بعده، فوتر مي فو دي موند، صاحبك بيسالك شوكو فو فوز اشتي كوم ماتير جراس، ايه اللي انت اشتريته كمواد دهنيه؟ وخلاص فوديت، فانت تقول
جيم بوكو، انا بحب كتير البير الزبده، ولا جاشات دي بير انا اشتريت زبده، ولا البير يتيم ماتير جراس. طبعا يبقى جاشات دي بير. تمام. اللي بعد 21 بيقول صاحبك بيسألك كومون فو تروفي الاسكالاد، يعني انت شايف رياضة الاسكالاد ازاي، رياضة تسلق الجبال يعني. فانت تقول ايه لما انت دلوقتي هتبدي رأيك في الاسكالاد؟ الفو ان كورد بور فار دو الاسكالاد، يلزمنا حبال عشان نلعب اللعبة دي، ولا اون في دو الاسكالاد لا مونتاني، بنمارس الاسكالاد على الجبل، هو ما سألكش عن المكان، ولا قلنا سيتان سبور، سيتان سبور دونجرو، هي فعلا ستان سبور دونجرو. طب 22 فوتر بيتي فرير اخوك بيسالك الانيمال في دون لا بيرجري، ايه الحيوان اللي بيعيش في البرجري، وفرق طبعا ما بين الكلابيي مسكن الارنب والبرجري ما مسكن الاغنام، والايتابل مركز مسكن الحيوانات زي الجاموس والبقر، والايكوري مسكن الحصنة وكده. فوديت، فانت خلي بالك من الاماكن وعلاقتها بالحيوان. فوديت، فانت تقول سيليو موتون، ايوه الموتون هو اللي بيسكن البرجيري يا جماعه. خلاص كده. طيب فوتر بيتي فرير اخوك الصغير فودي موند بيسالك بوركوا فو بريني لافيون، يعني اخوك الصغير ليه انت اخدت الطياره او بتركب طياره، فانت تقول ايه؟ عشان نتنقل وسط البلد وسط المدينة؟ لا طبعا، بور فواياجي لترونجي نسافر بره، ولا بور فيرين كروازيير هنعمل رحلة أو دولة يعني، طبعا الترونجي للسفر بره البلاد. 24 جيم لليجيم، أنا بحب الإيه الخضار. كلمة لجيم يا جماعة قلنا إنه كل المأكولات، بصوا ركزوا معايا يا جماعة في اللي أنا هقوله ده، الكلام ده مهم وحاجة هتسهل عليك كتير قوي. بص حبيبي، كل المأكولات المنتهية بالأو مؤنثة. خلاص كده، كل المأكولات المنتهية بالاو ايه مؤنث، ما عدا الكلام اللي انا هكتبه لك ده حبيبي ركز فيه، ما عدا اتنين باللون الاخضر، اتنين خضار اللي هما ايه كونكومبر. طب وايه كمان عندك بالاخضر؟ كلمة ليجيم خضار، يبقى الاتنين دول مذكرين منتهين بالاو ولكن مذكرين. طيب واتنين جبن اللي هما ايه فروماج الجبنة، وايه كمان جريير جبنة برضو. خلاص. طيب وايه كمان يا مستر احمد؟ قال لي وتلاتة في اكلة واحدة اللي هي السكر والبار يعني سكر وزبدة، ممكن يعملوا ايه السكر والزبدة دول؟ برافو. كوكي، كوكي ده نوع من انواع الايه البسكوت يعني. خلاص الكوكي او الكوكيز يعني. طيب يبقى دول الكلمات او المأكولات المنتهية بالاو ولكنها مذكرة، اي مأكولات منتهية بالاو تاني ايه مؤنث. وصلت الفكرة؟ طيب اي مشروبات مذكرة، اي مشروبات ايه مذكرة، يعني مثلا ايه كافيه القهوة، تي شاي، لي لبن، جو العصير، ده كله مذكر يا جماعة. طيب ما عدا ليموناد، ليموناتا، وكمان كلمة او مية، يعني يجي مثلا يقول لك او جازو مية غازية، ولا جازوز مذكرة ولا مؤنثة؟ طبعا هتبقى مية مؤنثة. خلاص مية غازية ليموناد. وخلي بالك بقى ان كمان ايه كلمة بواسون كمان مؤنث. وصلت الفكرة؟ خلي بالك من الحتة دي. طيب حل الجملة ايه بقى يا مسيو احمد في 24 لجيم؟ تبقى لجيم فري المذكرة. واصلة؟ طيب اللي بعده لوسي نقط اومبيش. طيب لوسي ده ضمير ايه اللي يا مسيو احمد مع فعل ذو ضميرين، ياخد مي ولا تي، مو يعني ولا تو ولا سو؟ طبعا تبقى سو دو بلاس، معناها بتتنقل. طيب اللي بعده نو، نو على طول تاخد ايه يا جماعه؟ هو الناس، ما عدا ايه؟ ما عدا نو صم، ده كلام المفروض يعني مفهوم جدا يعني. طيب فانت لقيت الضمير نو، يبقى انت تاخد ايه؟ خوينو لو مترو بور الي او سينما. طيب لو فوندردي يوم الجمعه، خلاص يوم الجمعه. بيقول يوم الجمعه جوجو انا بلعب بينج بونج،
الرياضة دي منتهية بالأو يا جماعة؟ لا مش منتهية بالأو، تبقى هي مذكرة ولا مؤنثة؟ مذكرة، واصلة؟ طب وأدام مذكرة مع الفيرب جوي، جوي معاه أوهات، يعني إيه أوهات؟ يعني أو ألا ال أبوستروف، ماشي؟ أ يو إكس. طيب جميل، الأوهات دي بتيجي إمتى؟ مع الفيرب جوي، مع الرياضات، واصلة؟ طيب وجوي برضو ممكن يبقى معاها دوهات، دي دو لا دو إلا أبوستروف دو إس، واصلة الفكرة؟ طب امتى يا مسيو احمد بيبقى معاه ادوهات؟ قال لي لما بتبقى مع الالات، يبقى جوي اه رياضات، جوي دو الات، وصلت؟ طيب اللي بعده بيقول ايه في الجمله دي؟ il va au parc، هو رايح اسف او باسكت. وي il va le matin. طيب هو رايح او باسكت معناها ايه؟ هو رايح النادي. اه هتاخد الباسكت دي ها وتروح ورا فيرب الجمله الثانيه وتقرا، تقول هو ها ذهب ها الى ها التمرين او الباسكت يعني. طيب جميل خالص، الى صح حرف جر، وجاي ورا عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، اول ما تلاقيه غير مباشر غير عاقل غين غين يعني تختار اجريك على طول، وصل الفكره؟ طيب تمام، ما فهمتش ارجع بقى انت بالفيديو وشوف انا قلت ايه. خلاص طيب يبقى نقول ايه؟ اجريك. طيب جميل اللي بعده 29، تو في دي كورس، انا عايز اقول ايه؟ امتى هتتسوق؟ يبقى كون، انت امتى هتتسوق؟ طيب لليوت، اليوت اللي هو اليخت يعني، نافيج ابحر نقط او، انا عايز اقول ابحر على الماء فوق الماء، يبقى سير لو. ممكن يا جماعه سير وممكن دون، خلي بالكم يعني ممكن التعبيرين دول، دون لو سير لو، في الماء او على الماء. يار، ادم قال لي يار يا مسيو احمد يبقى هو عايز ماضي، برافو عليك سامعك، يبقى يار دي علامه من علامات الايه؟ الماضي. وادام ماضي يا مسيو احمد يعني فعل مكون من، طبعا الناس اللي بتسمع كتير حفظت، فعل مكون من جزئين اخره مش ار ولا ار او، وصلت الفكره؟ طيب انا اختار ايه بقى، رونتر ولا ايرونتري ولا فارونتري؟ طبعا تبقى ايرونتري. يبقى عشان تختار ماضي صح يبقى فعل مكون من جزئين، ادي جزء وادي جزء، ادي جزئين اهو، واخره لا ار ولا ار او، يبقى انت كده اخترت صح. هات اللي بعده، اخره ما بيبقاش اسف لا ار ولا ار او. طب ما مار في، والدتي في شوبينج، انا قلت لك اي مقطع عندك اي ان جي مذكر ما عدا كلمه واحده بس، وهي لجين، بس هي دي اللي منتهيه بالاي ان جي او الاي ان جي يعني، وهي ليست ايه مذكرة. يبقى انا اقول هنا يا جماعة في الجملة دي، دي شوبينج، خلاص طبعا عشان هي مذكرة. طيب اللي بعده بيقول فو فولي اون اوتر بويسون، انت عايز مشروب تاني؟ طيب لو تركز كده تخلي بالك معايا، انا قلت لك ايه يا باشا، ركز معايا بس كده، قلت لك ايه علشان تختار الاو ان، الناس اللي متابعاني بقى هتقول لي مأكولات، مشروبات، احوال الطقس ها والرياضات، كميات وكمان آلات، خلاص كده؟ طيب ايه بقى الكلام ده معناه يا مستر احمد؟ بص يا حبيبي ركز بالراحة كده، قال دلوقتي عندي بلس وعندي جامي وعندي بيرسون، مبدئيا كده مبدئيا انا بروح للجمله الثانيه دي بقول لها انت جمله ها كامله ولا جمله ناقصه؟ تقول لي لا انا كلت منه، خلي بالك كلت منه اه يعني دي جمله كامله يا مش احمد، اه مش ناقصه يعني، لا لا جمله كامله، وادام جمله كامله استحاله تاخد بيرسون ولا ريان، طبعا الجملة الكاملة ما تقبلش لا بيرسون ولا ريان. طب أنا عندي جامي وعندي بلوس يا مش واحد، هقول لك أول ما تلاقي كلمة أوتر على الشمال خد بلوس على اليمين، يعني هو أنت عايز، ركز بقى، هو أنت عايز مشروب تاني؟ أنت عايز تشرب تاني؟ قال له لأ أنا لم أعد أريد منه، خلاص كده؟ مش من المنطقي انه يقول له انا لم اعد من لم لا لم اشرب منه او لا اريد منه ابدا. طب ما انت خدت في الاول، انت شربت، انت شربت واحده، شربت مثلا ازازه بيبسي، وهو قال لك ايه؟ قال لك انت عايز تاني؟ فتقول له لا انا مش عايز تاني، لم اعد اريد من ذلك،
واضحة الفكرة؟ طيب هات اللي بعده. الجملة بتقول اون فا الي او سينما، هنروح السينما. سافو. طبعا ناس كتير هتتغش في فو دي، والوجه راح مختار دي طبعا غلط مش صح. ليه؟ لان مش ده الفاعل يا حبيبي، الفاعل هو سا اللي هو بيساوي الايل. سا بتساوي الايل زيها زي الام بالظبط، برضه بتساوي ايل. واصله؟ طيب فانا هختار ايه يا حبيبي؟ اختار دي بالتي. هات اللي بعده. سالي اهلا. كليلا كابيتال دو ليجيبت، ايه عاصمة مصر؟ فتتقول لوكاج القاهرة ايه لا كابيتال، هي عاصمة مصر دو ليجيبت. ادي واحدة. اتنين، كومون اون بي سو ديبلاسي، يعني كيف نتنقل ونجيت في مصر، نتنقل ازاي في مصر؟ فنقول اون سو ديبلاس، بنتنقل خلاص في مصر. مثلا نقول اون مترو، بالمترو. ايه كمان؟ ايه اون تران، وفي القطر كمان. طب اللي بعده، كيس كون بي فيزيتي اون ايجيبت، يعني بنقدر نزور ايه في مصر؟ اون بي فيزيتي، لازم جملة كاملة يا شباب، لازم جملة كاملة. اون بي فيزيتي جايبها من هنا اهي، اون بي فيزيتي نقدر نزور مثلا لي بيراميد، الاهرامات. تمام كده. ده كان بالنسبة لي الايميل بالنسبة للموضوع. بيقول دي كريفي فوتر ليسي، خلي بالك ان النماذج دي مركزة على اولى وتانية في المواضيع والايميل. وزي ما بقول لك كده، من الاعتيادي انه في المواضيع يجيب لك واحدة من اولى وتانية وواحدة من تالتة، يعني بيجيب لك موضعين واحدة من اولى وتانية. يعني بص، لو انت بصيت هنا كده، دي ايه؟ دي سنة كام؟ انا سنة اولى. وده سنة كام؟ بيتكلمك عن الرباعي، عن الوجبات، سنة تالتة. وصل الفكرة؟ فثانوية عامة ده الدارج فيها، ان هو يجيب لك موضوع من السنتين التانيين وموضوع من سنة تالتة. طيب ديكري في فوتر ليسي، اوصف المدرسة بتاعتك لصاحبك الفرنساوي. فأول حاجة هتقولها له ايه؟ هتقول له مون ليسي، هتستخدم بقى الكلمة الأولانية دي، مون ليسي اي جرون، مدرستي كبيرة. طيب دون مون ليسي، في المدرسة إليا، يوجد ايه في المدرسة؟ إليا دي كلاس، يوجد كلاسات. طيب ايه كمان؟ هنا احنا عندنا مثلا ممكن نقول سانكونت بروف، عندنا 50 مدرس. ممكن نقول كمان جيم بوكو، انا بحب مدرستي مون ليسي. طيب وممكن تقول كمان مون ليسي مدرستي نظيفة، ايه بروبر. وكده 5 جمل هم. طيب اللي بعده، فو بارلي، انت بتتكلم عن الريبا كوتيديان، عن الوجبات الايه اليومية. خلاص اكتب بتاكل ايه وبتشرب ايه في كل وجبة. في البتيت ديجني مثلا هتقول او بتيت ديجني، في الفطار جو بلون، انا اتناول. هتتناول ايه في الفطار؟ تعالى ما نشوف كده، لازم تجزئة، خلي بالك دي فروماج، يعني ما ينفعش احطها لو فروماج مش يا احمد، لا دي بان، جبنة وعيش. خلاص طيب في الديجني بقى، في الغدا هتقول او ديجني، في الغدا جو برون، انا بتناول. تتناول ايه في الغدا حبيبي؟ ها الديجني ده، الديجني خلصناه. الديجني بقى ممكن تقول دو لا فيوند، لحوم. ماشي دو لا فيوند افيك دوري، رز ولحمة. خلاص طيب ده بالنسبة لي الديجني. طيب ديني بقى العشاء، ممكن تقول او ديني،
Je prends. بتناول ايه؟ دي ياقورت. الزبادي. طيب ممكن تقول ايه كمان؟ افيك دي جو، مع عصير. بس ده كان بالنسبة للنموذج برافو الثالث. الناس تتابعنا ان شاء الله في بقية الاجزاء. بالتوفيق ليكم، مع تحيات مستر احمد حلمي. سلام عليكم.